أربعة مترشحين لامتحانات البكالوريا بالسجن المحلي بالحسيمة يحدوهم الأمل في اجتياز الاختبار والحصول على شهادة البكالوريا التي ستفتح لهم بابا جديدا ينسيهم أبواب السجن الموصدة، وهو مصباح العلم الذي سينير لهم درب الاندماج من جديد في المجتمع. بالنسبة لحد الآن كل شيء الأسئلة امتحانات الاختبارات اللي جاو تحطونا كلهم كانوا في المتناول. المهم واخا الا ما نجحناش المهم درنا المحاوله ما نفقدوش الامل، حتى الا سقطنا ولا هذا نعاودوا، ولكن نتمنوا غننجحوا هذه المره. الامتحان دازوا في ظروف ملائمه وحتى الاسئله كانوا في المتناول، يعني ماشي شي امتحان صعب، وحنايا راه درنا قدر المستطاع ونتوكلوا على الله. مادام الحياه راه كتستمر يعني باقي الامل، يعني ماشي نهايه العالم. مادام أننا أحياء غاديين جايين يعني ماشي غادي توقف الدنيا. خلف أسوار كل المؤسسات السجنية على الصعيد الوطني ترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا 661 مترشحا، بينهم 26 مترشحا بجهة تازة الحسيمة تونات. هذه الامتحانات تتم بإشراف وتنسيق مع أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. المسائل التنظيمية اللي كتتخاد على برا من طرف النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عبر ربع المملكة نفسها كناخذوها داخل المؤسسه، بما في ذلك المحضر ديال فتح الاضرفه، المحضر ديال الاغلاق، المراقبه الى غير ذلك. الظروف جد مناسبه، دازت الامور بسلام. وبعد توقيع المترشحين لورقه الحضور وتسليم ورقه الامتحان، يقوم مراقبان احدهما اطار من نيابه التعليم والاخر من السجن المحلي بالتوقيع على ملفات المترشحين ومحضر الاغلاق، ويغادران السجن يحملان امل مترشحين حالمين بالنجاح وافق الرحب من ضيق السجن.